اللي فيها جدل. الحياه تعود الى طبيعتها استاذ ابراهيم. يعني السياحه هترجع، الطيران هيرجع، الشارع المصري. يعني انت قلت لي حدوته طريفه جدا. ان اتنين، واحد بيحكي لك صاحبك واقف جنب اتنين في المترو بيتكلموا في عوده الكوره، وهم بيتنادوا بيقول لك وعاملين كده، عاملين كده في وش بعض، وبقول له لحظه خايفين عشان الكورونا، عن الكورونا بتاعت كورونا، اللعيبه بتاعت بعض. هو في الملعب مش هيكون في اللقطه دي. الحياه لن تتوقف. طيب العوده، وناس تقول لك علشان هتكبدنا الاقتصاديات، والاتحاد بيقول لك الاتحاد هيبقى عليه 90 مليون جنيه. طب الانديه هتخسر كام؟ 100 مليون جنيه. الرعاه هيسحبوا كام اموال قد ايه من السوق لو الدوري ده ما كملش؟ طيب احنا خلص نص الدوري، هو انت عارف امتى الكورونا دي هتخلص؟ ولا هتضطر تبتدي الموسم الجديد اعترافا بامر واقع ساعتها ان كورونا مستمره ويجب ان تستمر الحياه مثلا؟ طب في الحاله دي لغيت ليه؟ طب انهينا اسهل لك، لو كورونا استمرت معانا لشهر 11 او 10 تكمل نص موسم ولا تبتدي موسم جديد؟ طب انهينا اعدل لك تكمل الموسم ده وينتهي وقت ما ينتهي 9 10، وبعدين تعمل موسم جديد بمعايير سابقة للكل بقى، تعمله مجموعتين، تعمله مجموعة واحدة، تعمله بأي نظام، لكن الناس هتبقى عارفة، واللي طلع طلع واللي نزل نزل بمعايير عادلة، ويبقى النظام الجديد على الكل من البداية. هو ده العدل. اقتصاديا يجب أن تستمر، عدالة يجب أن تستمر، سياسة الدولة يجب أن تستمر. وفي الآخر بعد ما كان الاتحاد بيقول لك احنا مع قرار الدولة، ابتدى يطلع مهمة الله اعلم مدى مصداقيتها على لسان الدكتور اشرف صبحي، احنا مالناش دعوه اللي يتفقوا عليه. يعني هنقعد نقول للانديه وندخل الانديه في مشكله مع بعضها، ومين له مصلحه هنا ومين لهم مصلحه هنا، نلغي ولا نقبل؟ وبعدين نخش في الثانيه بقى، هو لو اتلغى هل نحتسب الترتيب ولا ما نحتسبش الترتيب؟ هم الاهلي لا يرضيه انه ياخد بطوله بدون لعب. الاهلي مش عايز ياخد البطولة إلا وهو بيلعب. محدش يا جماعة من فضلكم يلعب في حاجات والله هنعاني من أثارها سنين. الدوري يستمر منين ما يرجع؟ من لحظة ما يرجع يكمل بالظبط، وساعة ما يكمل نبقى من ساعة ما يقف، يبقى ساعتها حتى لو كملت الموسمين في بعض عشان تكسب وقت، أنت خدت راحتك خلاص. إحنا خدنا راحتنا، ده راحة تقضيك 3 سنين، ده احنا بنلعب بقالنا 10 سنين كنادي اهلي ونادي زمالك احيانا بدون راحه. فما ما ارجو نراعي شويه العدل، لان ربنا هيحاسبنا كلنا على معيار العدل ومعيار المصلحه العامه.